مثل ما قلت لكم رح نكون هلا سوا باخبار عن الموضه مع هاديه. صباح الخير هاديه. صباح الخير غدا، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما عم يحضرونا. اكيد رجعنا اليوم بالزمن لورا. على فكره عن جد رجعه شوي حبيت لورا، وخاصه يمكن من الاكسسوار الماست لربيع صيف 2014، وكمان بالصيفيه على طول الشابو هو ماست. بس لكن هالسنه على عدد كثير كبير من العروض شفنا غير الشابو، الشابو، الهيد باندز، الهيد وير، يعني كل شيء هيد وير هالسنه من احدى الماست. طيب وجاي ذا شابو بس لك وانا مش بتعرفي مرت الجاي بنعمل بنرجع. على فكره بتعرفي انا وياكي اكثريه حلقاتنا بالشابو تكون انا وياكي، بركي هلا قريبا كثير رح نعمل حلقه خاصه عن الشابويات الماست للبحر. على فكره بنعمل حلقه خاصه للبحر والشابويات بالايام الجايه. بس قبل ما نبلش نشتري أوكي. على كل حال اليوم قبل ما بلش سوا نخبر عن ربيع صيف 2014، اكيد هلا كثير منا صار بيعرف شو هن الخطوط الماست هاف لربيع صيف 2014. نزلنا على الاسواق عم نشوف موديلات وعناوين عديده ما بتخلص ابدا بالاسواق، بس لكن اكيد كلياته والمصممين كلياتهم كانوا مركزين على مود، وهو هالسنه في رجوع كان كتير كبير لفترة التسعينات. هلا لما أقول تسعينات في كتير ناس بيطلعوا فيه بيقولوا لي لا مش معقول، كان فترة كتير بشعة، لأنه كان اللوك، العارضات، الأزياء، الألوان كلياتها كانت حديث حزينة، ما في شيء كان هيك بدل على الفرح. حتى مثلا بهي فترة التسعينات كانت الست خسرت يمكن الأنوثة تبعيتها نوعا ما. بس لكن هالسنة بنلاحظ صحيح المصممين رجعوا فترة التسعينات، بس لكن عملوها بطريقة الجلامرس 90s. 90s أصلا إذا بنرجع لتاريخ ال 90s هي كانت عبارة عن الحنين للماضي من عدة فترات، من الخمسينات، الستينات، السبعينات، الثمانينات، التسعينات، كل هدول الفترات كانوا رجعوا عليها. بس لكن حبوا المصممين بهيدي الفترة ينطفوا الأشياء، يعملون بطريقة أكثر اللي هي المينيماليست. المينيماليست من الأشياء اللي كثير نظيفة كتير كلين هي الماس. مثلا بتلاقي انا مثلا لابسه توب كتير نظيف، بس هي القماش اللي عم تحكي نفس الشيء. انت الفستان تبعك واللون يعني والقصه اوكي. مثلا بتلاقي انت الفستان كمان لابسيه كمان كتير سمبل من قماشته، بس لك التفاصيل والقصات تبعيته اللي عم تعمله مختلف. هيدي السنه هي هيدي المود والاجواء. على كل حال انا وهلا عم خبر واكثر رح فوت لخبر اكثر المشاهدين شو الاشياء اللي لازم نركز عليهم لهالسنه. اول شيء من الاحدى الماست لهالسنه اللي هلا هون عم نشوف التوب تبع سيلين هو الاشياء الاوفر سايز. الاوفر سايز بس مع الاشياء اللي كمان كثير قريب للجسم من تحته، هيك لنعطي اللوك والاجواء اللي نوعا ما ميكس الماسكلين فيمينين والانوثه الاكثر فيها. هون عم نشوف شانيل كوستوم ناسيونال، القصات يلي كلياتها اسيمتريك بطريقه مختلفه. هون عند ربيع كيروز وشايفه مثلا الفساتين كلياتها انه مقصوصين. هون ايدر اكرمان، هون بنيجي بنبلش عن ايدر اكرمان. هون الالوان لما بنقول مثلا الالوان الفلاشي، الالوان الفلاشي هي كانت فتره التسعينات وقتها كل الالوان، يعني مثلا لما بننزل على السوق بنشوف الالوان الفلاشي الفليو كل هيدول بنقول انه رح نلبسهم. ايه عيننا تعودت رح نلبسهم لانه صار لنا فتره عم نعيش بالالوان، والمصممين الازياء عم يركزوا على الالوان اللي كثير حلوه. فاذا هالسنه لكل الاشخاص اللي بدهم يعتمدوا الوان، ما حابين مثلا الالوان الارضيه، الالوان الابيض اللي توتال لوك اللي كثير دارج هالسنه، كمان فيهم يعتمدوا الالوان الفلاشي، وكمان فيهم يعتمدون كتوتال لوك. الاشياء قريبه للجسم، بس احلى شيء انه اذا بدنا تكون قريبه وبعيده عن الجسم، بس على طول لازم نفرجي اشياء من الجسم حتى نعطيها لوك سكسي. مثلا مثل هيدي الصوره اللي عم نشوفها، فستان هيك برجعنا لفتره الخمسينات يلي كلياته انوثه، منه قريب كثير على الجسم، بس لكن عاطي هيك اللوك الانوثه مع التنورة الفستان يلي فوق الركبه والجزدان يلي كثير كوكيت والعوينات الشمس.
نرجع بنشوف كمان اللون يلي شفناه بالشتويه كثير هو اللون الاحمر. هون كنت انا عم بحكي عن الالوان كثير. انا ما عندي مشكل باربع فصول الاحمر موجود. ايه شوف شو حلو، احلى شيء عن جد. وبتعرفي هلا انا الشغله اللي حبيتها كثير انه المزيج الاحمر اللي عم بيكون موجود بالسوق عم يلبق لاكثريه الناس. القميص الابيض بعده صار لنا عده مواسم بنشوفه بنشوفه بنشوفه، وهذا كمان من فتره التسعينات، من فتره التسعينات كمان شفت القميص الابيض يلي بضوي وفينا نلبسه على عده اوقات وعده مناسبات. على فكره فينا مثلا مثل هون لابسينه قميص ابيض مع الشورت، فينا نلبسه مثلا مع بانتالو مع جينز مع تنوره حتى، بس اكيد بده ننقي القميص يلي بيلبق مع اللوك والمناسبه اللي نحن لابسينها. هون بنشوف كمان الجاكيت اللي كمان هيك فيها الفوليوم، الكات الكتاف مبرومين كمان، هيدي بترجعنا لفتره التسعينات، وهيدا اللوك كمان ستيلا مكارتني. هون باكو خابان، لا هون جاريث بوك اللي كمان هيك القصات كانت هيدا، وهون بنحس اللوك المشبع المشبع بالستيل المينيماليست، بس اكيد القماشه والقصه. يعني هون لكل الاشخاص اللي حابين يفوتوا باجواء التسعينات بالجلامرس التسعينات، هون عم نعمل لكم سلكشن من اهم العروض اللي جرت بربيع صيف 2014 من باريس للندن لميلان وباريس ونيويورك وبيروت وبيروت. بيروت صارت على فكره كثير مهمه. هون فيكتور اند رولف، هون فيكتور اند رولف وباكو رابان. مع فكره السلكشن اللي عملتها كل اكثريه الاشياء التونيات كلياتهم بيشبهوا بعضهم اجمالا، حتى نحكي عن نفس وهيدي كمان الا انه نفس الستيل، بس هيك بياخذك وقت لتنقي وتختاري اللوكيت اللي كثير قريبه لبعضها. هون جيل ساندر، هون التوتال لوك الطويل، الجاكيت الطويل البيضاء مع البنطلون القصير الاسود. وبحب اذكر انه البونتاكور رجع كثير على الموضه، والقطعه اللي كمان رجعت كثير وصل لنا كثير زمان ما شفناها هي البرمودا، مثل التنوره بس على مثل التنوره بس هي على مثل البنطلون شورت اذا بدك مزيج سبورت ماكس. هون كمان عم نشوف الشفاف يلي كمان هسه من احدى العناوين الدارجه، وبعد شوي بنرجع بنشوف كمان سان لوران كيف شايف مع الكتاف تبعيته العريضه. وكمان هدول اللوك هون بذكرنا كثير بالتسعينات القديم، بس لكن بنشوف كيف القماشه عم بتضوي عم بتخبرنا انه صارت هالاجواء هالسنه كلياتها انوثه. وبالنهايه بنشوف صوره فيوني كمان يلي ستيل الماسكن اللوك مع البنطلون لارج يلي هالسنة اخر موضة، كمان شفناه بقوة بفترة التسعينات بس لكن هالسنة عم نشوفه اكتر واكتر. بس بحب اذكر انه البنطلون لارج كتير دقيق باختياره، لازم يكون نوعا ما طوال لانه اذا ما كنا طوال بقصرنا اكيد بيكون في كعب يعني حتى اكيد. بس بحب اذكر غدا انه رجع كتير على الموضة الزحف، يعني الشتوية الجاي هالسنة شفنا كتير زحف بالعروض، وسنة الجاي بالعروض رح نشوف كتير زحف كمان. هيدي فترة اللي هيك كان وقتها فترة الماسكولين فيمينين، كان كمان فترة التسعينات، من هيك بنشوف المزيج هالسنة لما بننزل على الأسواق بهدول اللو. أما الخبرية الثانية اللي كمان ما كنت عم نلاحظ وراقبتي شو صار بالكان فيلم فيستيفال، نلاحظ انه بكان فيلم فيستيفال كانوا السليبرتيز كلياتهم لابسين احلى تيب، وكمان مثل كيف كان بالاوسكارز اللي صار بفتره بامريكا، هالسنه كمان الوينر والستار المصمم اللي لبس اكثريه النجوم كان المصمم اللي
كثير صعب. وان شاء الله بالايام الجايه رح فرجيكم انه الصور للنجوم اللي لبسوا من عند الي صعب. والشغله اللي كثير حلوه انه عند كل فستان بتقولي واو شو حلو، كلياته مشبع بالانوثه كان من عند الي صعب. كان في كمان عدد كمان من اللبنانيين اللي ملبسين، كان في جورج حبيقه اللي انشاف كمان على عده سيلبرتي، وكمان دينا جسر كمان اللي لبست السيلبرتي. يعني بنشوف انه كيف مثلا المصممين اللبنانيين كيف صاروا على الريد كاربت. مثلا بنرجع للتسعينات اذا نخبر نرجع هيك، ما كان في وجود لاي اسم عربي بالعالم بعالم النجوم والسليبرتيز والافلام وهيك. هلا صارنا بنسال مين وكيف وليه، وحتى النجوم عم بهمهم يلبسوا من عند مصممين جدد، وحتى مش جدد اسمائهم معروفه لانه بيعطيهم اللوك اللي كلياته بشبع بالانوثه. هيدا كان كل شيء لليوم. انا بشوف مشاهدينا ان شاء الله نهار الثلاثاء، والثلاثاء رح يكون عندنا حلقه خاصه عن الاكسسوار. اوه عظيم جدا، لكن رح ينطروا. قبل ما ودع يكون ننتقل لعند الشيف شادي، اليوم انا حطيت على الفيسبوك هيك سؤال حر للناس، شو هو السؤال او شو هو الموضوع يلي انتم حابين انه نحكي فيه؟ بلشنا اول شيء كان في عتب انه ليش طولته وليش الى اخره، فسرنا انه كان لازم يكون عندنا نقل مباشر بس ما قدرنا ننقل. عن الالوان، رناشا حابه تحكي عن الالوان، موضوع مهضوم. في حدا عم بيسال عن العلاقات العاطفيه وسلبياتها وايجابياتها، عن مغارة الجايتة. فينا نحكي كثير عن مغارة الجايتة بتجنن، بس لازم نروح لهونيك حتى نحكي عن مغارة الجايتة. عن تنظيم وقت الطلاب بالبكالوريا، هيدي قصة طويلة. فينا كمان نحكي عن شو الطلبات، عن السياحة بلبنان وتشجيع اللبنانية وغير اللبنانيين على زيارة لبنان، موضوع كتير 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 عن جد مهم، وإن شاء الله تكون الانطلاقة لهالموسم هيدا السياحي عن جد قوية. هلأ في مواضيع تانية بالعجقة وإلى آخره رح نرجع نتوقف عندهم بعد شوي، إنما هيدا الطلبات أو المواضيع يلي المشاهدين حابين يحكوا فيها. بريك صغير ونرجع منتابع.